حريص على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحظة واخترى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى فجرب عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الجمع الطيب الكريم، عود طيب المبارك إلى آيات الله البينات، ويطلع علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، ونقيب القراء بمحافظة الفيوم، وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، والذي أمتعنا اليوم في قرآن الفجر عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء
يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتنافسون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ويسألونك عن الجبال
ويسألونك عن الجبال وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له Thank you.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ يتبعون الداعي الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم.
فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله وصرف ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما بورق الجنة فأكلا منها فبدت ما سوى فإما يأتينكم ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقول فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون
اصبر اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اصبر على ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وامر اهلك بالصلاة وَمَا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
عرفت عليك يا رب. اسم الله. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا. قل كل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل ربي زدني علما. وكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا من آيات الله البينات. تلا علينا ذلكم العلم القرآن الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله ونقيب القراء بمحافظة الفيوم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة والذي أمتعنا اليوم في قرآن الفجر عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن فراشة الكبرى قصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج ربيع الإزمازي وأولاده والمقيمين بميت عوام الخدمات الفندقية الممتازة إدارة الفندق جمال شبل عميد الخدمات الفندقية بجمهورية مصر العربية وعلى المقيم بصدى مركز دبي الأمني وعلى تصوير الحفلات الدينية رفع على شبكات الإنترنت إدارة مهندس أحمد الجعبري. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.